ولما سمع الفرنج ملك انكلتار وعسكره لما سمعوا لما سمع الفرنج بتخريبها اي بتخريب عسقلان اقاموا مكانهم ولم يسيروا اليها وكان المركيس لعنه الله لما اخذ الفرنج عكا قد احس من ملك انكلتار الغدر به فهرب من عنده الى مدينه صور وهي له وبيده وكان المركيس رجل الفرنج رايا وشجاعة وكل هذه الحروب هو اثارها فلما خربت عسقلان ارسل الى ملك انكلتار يقول له مثلك لا ينبغي ان يكون ملكا ويتقدم على الجيوش لماذا؟ يقول له تسمع ان صلاح الدين قد خرب عسقلان وتقيم مكانك يا جاهل لما بلغك أنه قد شرع في تخريبها كنت سرت إليه مجدا فرحلته وملكتها صفا بغير قتال ولا حصار يعني يقول له عندما بلغك أنه بدأ بتخريب عسقلان المفروض هذا يكشف عن أنه عاجز عن حمايتها فعليك أن تسرع وتأخذ عسقلان صفا بغير قتال يقول له يا جاهل لما بلغك انه قد شرع في تخريبها كنت سرت اليه مجدا فرحلته وملكتها صفا بغير قتال ولا حصار فانه ما خربها الا وهو عاجز عن حفظها وحق المسيح لو انني معك كانت عسقلان اليوم بايدينا لم يخرب منها غير برج واحد أيضا هنا للدواعش للمارقة للتيمية لابن تيمية لما يسمى الآن بأتباع ابن تيمية بالوهابية لاحظ هذا ابن الأثير هذا في دولة الأيوبيين كما يسميها أمة الداعشة يقولون الدولة المقدسة يعني عندما تقول الآن النجف او كربلاء او القبر المقدس او الامام المقدس او قدس سره لا يقبلون، اما عندما ياتون الى دوله الايوبيين يقول الدوله المقدسه، هذه الدوله المقدسه، هذا في الدوله المقدسه، ماذا يقول؟ يقول وحق المسيح فما هذه البدعه؟ ما هذا التوحيد الجسمي الاسطوري، عندما ياتي شخص يقول وحق النبي من الصوفيه من الشيعه من غير الشيعه يقول له يا مشرك يا مشرك لا تقل هذا قل وحق رب النبي لماذا ابن الأثير لم يكتب وحق رب المسيح يا جهلة يا قتلة يا عقول متحجرة لا تقل ناقل الكفر ليس بكافر أيضا أنت ناقل الكفر لست بكافر لماذا تبيع علينا التوحيد الجسم الأسطوري وتجعل نفسك من الموحدين والموحد الأسطوري الأوحد توحيد الشاب الامرد القطط الجعد في خضره صاحب النعلين ابو راس ابو اذنين هذا هو ربكم فلما خربت عسقلان رحل صلاح الدين عنها ثاني شهر رمضان ومضى الى الرمله فخرب حصنها بدا يخرب بلاد الاسلام وحصون الاسلام وقلاع الاسلام ومدن الاسلام بيده يقول فإنه ما خربها إلا وهو عاجز عن حفظها وحق المسيح لو أنني معك كانت عسقلان اليوم بأيدينا لم يخرب منها غير برج واحد فلما خربت عسقلان رحل صلاح الدين عنها ثانية شهر رمضان ومضى إلى الرمله فخرب حصنها وخرب كنيسة لد صار صلاح الدين يهدم المدن، البلاد، القلاع، المنشات، المشاريع بيده لأنه عجز عن حمايتها، لأنه عجز عن حمايتها، أين إذن وما هي فائدة إذن فتح المقدسات وفتح بيت المقدس؟ ماذا بقي إذن من البلاد الإسلامية؟ أين إذن حرمة الناس، حرمة المسلمين؟ اين كرامة الاسلام والمسلمين وبلاد الاسلام وبلاد المسلمين ومضى الى الرمله فخرب حصنها وخرب كنيسه لود ثم سار صلاح الدين الى القدس بعد تخريب الرمله فاعتبره اي القدس فاعتبره وما فيه من سلاح وذخائر وقرر قواعده واسبابه وما يحتاج اليه وعاد الى المخيم ثامن رمضان